السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. وبالنسبة لهذه المكونات راهم موجودين بالعربية في آخر الفيديو وتحت الفيديو. وصفة اليوم مقروط الكوشة محشي باللوز ومعسل. هذه الوصفة تلبية لطلبات الكثير من الأخوات. عملت لكم فقط كمية قليلة باش تشوفوا الطريقة، وبالنسبة لكمية كبيرة ما عليكم إلا مضاعفة المقادير. غادي نعطي لكم مقادير مضبوطة وغادي نتحصلوا على مقلوط طري ومعسل ومرمل. سنمر الآن مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات سنحتاج 500 غرام سميد من النوعية المتوسطة، ما يعادل 2 كوب ونصف، الكوب الذي يزن 250 مللتر ماء. نحتاج أيضا 150 غرام زبدة أو مارغرين تكون دايبة قليلا. أنا استعملت 100 غرام زبدة و50 غرام سمن. نحتاج ايضا ملعقه صغيره نتاع سكر فانيلا، قرصه نتاع ملح، وملعقه كبيره نتاع سكر عادي. وبالنسبه لكميه كبيره ما عليكم الا مضاعفه المقادير، يعني بالنسبه لكيلو نتاع السميد نحتاج 300 غرام زبده. سنضع في الاناء السميد مع السكر والسكر فانيلا وغادي نخلطوهم مليح. من بعد سنضيف لهم الزبده اللي تكون دايبه قليلا، وغادي نخلطو باليد، يعني غادي نبسو مليح الخليط تاعنا حتى نشوفو المكونات تجانسو. وهاد العملية قمت بها في الليل وحتى الغدوة باش شكلت المقروط، يعني لازم تخلو هاد الخليط يرتاح باش السميد يمتص مليح الزبدة. بعد ما تخلطوهم جيدا غادي نغطوهم ببلاستيك غذائي او باي غطاء اخر، وتخلو الخليط تاعنا يرتاح على الاقل 12 ساعة. بعد ما يرتاح الخليط 12 ساعة سنحضر الحشو. سنحتاج 3 كيلات نتاع اللوز يكون محمص ومطحون، واللوز خليته بالقشرة نتاعو، وزدت له أيضا 3 أرباع كوب نتاع سكر، وزدت له قرصة نتاع قرفة اختيارية، ونصف ملعقة كبيرة نتاع سمن يكون دايب أو مارغرين أو زبدة. وغادي نخلطو هكاك الحشو جيدا. من بعد غادي نجمعوه بالمزهر، غادي نضيف كمية قليلة ونبدأ نجمعو في الحشو. الحشو لازم يكون طري، ما لازمش يكون صلب، من يكون طري يلصق لكم غاية مع العجينة نتاعكم. من بعد سنأخذ الحشو وغادي نحولوه إلى حربوش، وغادي نوضعوه في بلاطو ونخلوه على جهة باش من بعد تسهل علينا عملية التشكيل. غادي ناخذ الخليط تاعنا بعد ما ارتاح نزيد نخدمه قليلا باليد، وهذا الماء وزدت له قليل من الماء زهر. هنايا الماء ما عبرتش لان كل سميد ونوعيه الامتصاص تاعه للسائل. غادي نضيفوا الماء نقعدوا هكا كنخلطوا، ما لازمش نعجنوها ولا ندلكوها، فقط نخلطوا باش نساعدوا السميد باش يمتص مليح الماء. ولازم نتحصلوا على عجينه تكون طريه كثيرا، غادي تخلوها ترتاح واحد 5 دقائق باش السميد يمتص مليح الماء ويتماسك. غادي ناخذ كميه منها وفوق طاوله العمل غادي نحولوها الى حربوش. من بعد هذاك الحربوش جاني كبير قسمته على 2 وحليت هكا في الوسط، فتحت الحربوش في الوسط ووضعت الحشو على هذه الطريقه. من بعد غادي نغلقوا على الحشو وغادي نزيدوا نخدموا مليح الحربوش حتى نتحصلوا على حربوش يكون املس. نفس الشيء بالنسبه للقطعه الثانيه، نفتحوها في الوسط ونوضعوا الحشو ونغلقوا عليه. يعني الطريقة الكلاسيكية لتشكيل المقروط. من بعد غادي نعدلوا مليح هذا الحربوش حتى نتحصل يكون عنده مساحة ملساء والقطر نتاعو يكون صغير على حسب القالب. انا استعملت هذه القوالب للتشكيل، توضعوها من فوق وتضغطوا عليها، ولا شفتوا القالب يلصق لكم مع العجينه ما عليكم الا وضعه في الفرينه او الطاحين او الدقيق الابيض باش ما يلصق لكمش. من بعد غادي نعدلوه بهذه الطريقه، وسناخذ سكين ونقطعوا القطع على حسب القالب، يعني القطع راهم واجد غادي غير نفوتوا عليهم بالسكين. وغادي نوضعوهم مباشره في بلاطو اللي غادي نطيبوه فيه. كاين عدة أشكال دوك تشوفوهم نتاع هاد القوالب اللي شكلت بيهم، تقدروا تستعملوها.
او مالا، هادو راهم متوفرين في السوق. ومين توضعوا المقلوبة تاعكم في البلا لازم توضعوا واحدة بجانب الأخرى باش هذاك الحشو ما يخرج. وأيضا الجهة العلوية لما تبقات ليش العجينة راكم تشوفوا فيها على الحافة، هذيك أيضا اللي تبقات لكم عجينة لازم تغطوهم. هما القطع اللي تحصلت عليهم بالتقريب واحد 22 قطعة تحصلت عليها ب 500 غرام سميد. والآن سنقوم بطهي الكاطو نتاعنا في فرن ساخن على درجة حرارة 350 فرنهايت، ما يعادل 180 درجة مئوية. من شفتها تحمر من الأسفل شعلت عليه من الأعلى، لكن البلاطو ما خليتهش في الوسط، من شعلت عليه من الأعلى البلاطو وضعته في أسفل الفرن. وهذا النوع من المقلود نتاع الكوشة ما خليتهش ارتاح، لأن ما غادي ندخلوه للفرن غادي ينشف لوحده بهذه الحرارة. من بعد غادي توضعوه مباشرة في العسل وهو ساخن، توضعوه في العسل. وانا ما خليتهش بزاف في العسل لانني لاحظت شرب بسرعة العسل باش ما يشربش بزاف العسل، يعني غطسته غير واحد الدقيقة او اثنين من بعد نزعته ووضعته في كسكس يقطر. وها هو الشكل النهائي نتاعو، يجي يدوب في الفم. سافتح واحدة وتشوفوها كيفاش جات من الداخل، واش هي طيبة. بالنسبة لملاحظة اليوم في مكان الحشو نتاع اللوز، كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الكاوكاو او التمر، يعني تستعملوا الحشو بالتمر كما استعملناه في المقلود المقلي. وصلنا الى نهاية وصفة اليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم، ونقول لكم مع السلامة والى الوصفة الجاية ان شاء الله.